اخوان السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. انتما كتشوفوا هذا الفيديو، هذا الفيديو مخربق، خاصكم تعطيوني العقل ديالكم. ليش تعطيوني عقلكم باش تفهموا هذا الشيء اللي واقع، باش تفهموا كلش على اسبيت. عطيوني عقلكم، تفهمنا. نبداو بالبارح. البارح خرجت واحد الوثيقه خلقات البلبال، هذيك الوثيقه درت عليها لايف وشرحتها كامل، ماشي مشكل نولي نقولها لكم دابا، لا ربما يكون شي واحد ما تفرجش البارح. هذيك الوثيقة هي جاية من الوزارة، ماشي من جهة فاس مكناس، ماشي من المدير الجهوي كيما مكتوبة الفوق، راه مكتوبة الفوق ولكن مكتوبة يعني مرسلة إلى، ماشي هذاك اللي صيفطها، يعني راه جاية من الوزارة وصيفطاتها لجهة المدير الجهوي ديال جهة فاس مكناس. وفاش وصلت للمدير الجهوي ديال جهة فاس مكناس، شي واحد قبضها وصورها ودار لها تسريبات وخرجها لكم. يعني داكشي راه ما كانش جاي ليكم، كان جاي زعما داك امور اداريه الوزاره، نتوما غير سربوها لكم، تفهمنا. لذلك ما فيهاش المعلومات الكامله اللي كتخصكم نتوما، لحقاش غير مسربه. اما الوزاره نتوما طلبه باقي تهضر معاكم، باقي دير لكم بلاغ فيه الشرح الكامل فين دوزو، باقي دير لكم جميع الشروحات. دابا هذيك راه مسربه فقط، ما قصدكمش نتوما. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه راه عامه على المغرب كامل، ماشي غير على فاس مكناس، لحقاش داك الوثيقه راه بحال هاد التصيفطات لجميع الجهات، غير واجهه فاس مكناس هي الوحيده اللي وقعوا فيها التسريبات، تفهمنا. هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، راه تما مذكورين واحد الاشياء اللي هما يكونوا منهم ان اللي كونكور يكونوا نهار 10 ونهار 11 ونهار 18 في شهر 10، ومنهم ان بنادم يدوز في المدينه ديالو او المدينه اللي قريبه له، ماشي بحال العام اللي داز الاعوام اللي دازو خصك تمشي للمدينه فينا تقرا. على حسب الوباء داروا لكم هذه القضيه، كل واحد يدوز في مدينته او المدينه اللي قريبه له. هادو جوج حاجات اللي كاين اللي مذكورين في داك الوثيقه وهما رسميين ما فيهمش النقاش. اذا دابا منين وقع واحد الشونجمون ديال داكشي اللي متعودين حنا عليه في الاعوام الفائته، وهادشي اللي واقع دابا منهم الاعوام اللي دازو كان الكونكور كيدوز في نهار، دابا ولا في 3 ايام. يعني ما تسناوش الاس في تي مثلا تحط لجميع الشعب بحال اللي دوز نهار السبت بحال اللي دوز نهار الاحد، لا راه يبدلوا كل شعبه في كل نهار في كل وقيته غيتحط لهم كونكور ديالهم خاص. واخا تكون نفس النهار واحد يدوز في الصباح واحد يدوز في العشيه، دوك الصباح يخرج بوحدهم كونكور ود العشيه كونكور بوحدهم، هادي يكونوا متوقعينها. الحاجه الثانيه، منين قال كل واحد يدوز في مدينته، كيفاش هما يعرفوا المدينه ديالنا؟ يعرفوها من انطلاقا من البرينس كريبسو اللي درتوها في السيت. لحقاش في السيت راكم درتو العنوان ديالكم، درتو فين راكم ساكنين. يعني فاش يقبطوا بنادم دافع مثلا لورتوفوني راه كاينه غير في الرباط، الاسبيت الرباط هي اللي فيها لورتوفوني مصحح النطق. ولكن واخا كاينه غير في اسبيت الرباط، فاش يقبطوا الدوسي ديالك يشوفوا هذا دافع من فاس، هذا ساكن في فاس ودافع لورتوفوني، اذا يدوز في اسبيت فاس، نصيفطو لاسبيت فاس يدوز، ما نقولولوش يجي حتى الرباط يدوز، تفهمنا. يعني راه كل واحد يدوز في مدينته والمدينه اللي قريبه له، وباش يعرفوا المدينه انطلاقا من داكشي اللي عمرتي في التعمار في برينس كريبسو. الا كنتي كذبتي عليهم في برينس كريبسو راه تحمل مسؤوليتك، هادشي اللي كنظن يدير. واللي كياكد هادشي ان خرجت واحد الوثيقه اللي نهضروا فيها من بعد، اللي فيها بالارقام مثلا اسبيت فاس شحال يدوز فيها من واحد. يعني هما ديجا بريبارا داك الاورغانيزاسيون ديال كل واحد فين يدوز، ديجا سالوا مع هاد الموضوع. يعني ماشي عاد يقول لكم فين بغيتو تدوزو ولا كل واحد يختار واش هنا ولا هنا، لا ما كاينش اختار، غيخرجوا لكم انت الفلان الفلاني تمشي لذاك البلاصه، تفهمنا. المشكله هو شي واحد يكون داير مدينته وهاد الساعه راه مسافر مدوز لفاكونس في شي بلاصه، لا هادي مشكله. المهم ما عليناش، دابا نبداو في المعقول. انا هضروا على الوثيقه الثانيه اللي تسربات، تسربوا جوج وثائق، الوثيقه الاولى هي هضرنا عليها، والوثيقه الثانيه حتى ما تبارطاجاتش بزاف. المهم ها هي دابا كتشوفوها قبالتكم، نصبر عليكم تشوفوها مزيان، تخرجوا فيها عينيكم، تتحنزوا فيها مزيان، صافي شفتوها مزيان يلا حيد عليا. اللي بغى يولي يشوفها يرجع لذاك البارتي ويدير بوز ويشوف على خاطر. المهم دابا خلينا نكملوا. هاد الوثيقه كتبين لورغانيزاسيون ولا ريبارتيسيون، يعني التنظيم والتقسيم ديال فاس مكناس كيفاش يدوز الكونكور، جهه فاس مكناس كيفاش تدوز الكونكور، كل اوبسيون فوقاش تدوز، معايا شدوز، شحال العدد اللي يدوزو، اين بلاصه يدوزو،
المعلومات اللي كتسولوا عليها هي كاينه في هذه الوثيقه اللي شفتوها، ولكن هذه وثيقه خاصه بفاس مكناس. هنا منين شفت انا هذه الوثيقه وشفت مكتوبه لا ريجيو فاس مكناس، عرفت بان القضيه ديال التنظيم وديال كل شعبه فوقاش تدوز تكون على حسب مسؤوليه الجهات، ما تكونش وطنيه. مثلا بوليفارو يدوز النهار فلان فلاني، ما تكونش المغرب كامله يدوز نفس النهار. كل جهه على حسب التسيير ديالها، كل جهه على حسب شنو هدير، تفهمنا؟ كل جهه شنو هدير. هذا يخلق شويه مشكل بالنسبه للكونكور، حقاش مثلا الجهه ديال البوليفالو مثلا لا يدوزو بوليفالو لا شي جهه دوزت السبت وجهه دوز حتى الحد، يعني يتقولبو في الكونكور. ما شي تعطيه كون واخا هما نفس الشعبه، ولكن شي يجي في كونكور يقدر يجي سهل، شي يجي كونكور صعيب، المهم خربقة شي شويه. ولكن مع ذلك ما عندكم ما ديروا، هذا الشيء اللي كاين دابا في هذا الوباء. نعاود شنو قلت في هذا الشيء كامل، خلاصه ديال هذه الفكره التاليه اللي قلت، كل جهه تكون مسؤوله على التسيير ديالها. يعني الا انت في شي جهه خاصك تسيير الجهه ديالك، تخرج لك التنظيم ديالك باش تعرف. وهاد الوثيقه كما قلت دابا اللي نهضروا عليها راه غير مسربه، باقا ما خرجتش في السد الوزاره. النهار فاش تخرج في السد الوزاره راه تخرج ديال جميع الجهات، وواضحه وضوح الشمس في نهار جميل ومنظمه مزيان وتفهموها. دابا نعطيو مثال بهذه اللي تسربت، هادي دلا غيجيو فاس مكناس. واخا انت ما تكونش فاس مكناس، تفرج باش تعرف تقراها، باش فاش تخرج الجهه ديالك تعرف تقراها. انا راه ما نوليش ندير فيديو واحد اخر ديال جميع الجهات، راه كاين شحال من جهه في المغرب. هذه معلومة زوينة خصنا نعرفو شحال جهة كاين في المغرب. كاين يمكن 12 جهة، لا 12 التقسيم القديم يمكن ردوهم غير 6 ولا 7، مبقيتش عاقل. المهم ولو يكونوا غير 4 راه ميمكنليش ندير 4 الفيديوهات كل جهة نهضر عليها. المهم غادي نعطيكم مثال وانتوما طبقوه على جميع الجهات. إلا رجعتو للتصويرة وشفتو غتلقاو الجدول مخربق، ولكن يتعطيو عقلكم تفهمو. ها نتوما الكولون الاولى عموديه فيها لا ريجيو، لا ريجيو دو فاس مكناس، يعني قالوا لك هاد الشيء اين بلاصه ديال فاس مكناس، ما فيهاش حاجه صعيبه. الكولون الثاني عموديا فيه لي دات، سامودي 10 في الشهر، ديمونش 11 في الشهر، ديمونش عاوتاني 18 في الشهر، غير لا دات ما كاينش حاجه صعيبه. الكولون الثالثه فيها لي سبيت، هاد الجهه ديال فاس مكناس فيها ثلاثه ديال لي سبيت، فيها فاس فيها مكناس فيها تاز، ثلاثة ديال لي سبيت. مور هاد الشي عاد كاين المدخم المشوي، دايرين لوبسيو ولي فيكتيف، يعني الشعبة وشحال واحد يدوز، ودايرين عاوتاني اوبسيو ولي فيكتيف، الشعبة وشحال واحد يدوز، وكاين واحد جوج خانات الفوق ما باينينش مزيان، ولكن من خلال الذكاء اللي عندي ومن خلال الحاجات اللي باينين، منين دايرين جوج ديال لي زوبسيو ايفيكتيف عاوتاني اوبسيو ايفيكتيف، يعني راه يكون صباح وعشية. نهار السبت يدوزو وحدين صباح وحدين عشية، نهار الحد يدوزو وحدين صباح وحدين عشية، نهار الحد الآخر يدوزو وحدين صباح وحدين عشية، تفهمنا؟ نبداو بالسبت الأول، السبت ديال 10 في الشهر، السبت ديال 10 في الشهر كيما مكتوب في هاد الوثيقة، أيدوزو في الصباح، في الصباح كاينين جوج شعاب في الصباح، كنهضرو على السبت الصباح، كاينين جوج شعاب، كاينين البريباراتور أون فارماسي، المحضر في الصيدلية. هتقولوا لي محضر في الصيدليه ما كايناش في جهه فاس مكناس، ما كايناش كاع، ما كاين لا في تازه لا في مكناس لا في فاس. نقول لكم راه الوزاره قالت لكم دوزوا في مدينتكم، يعني واخا انت تكون دافع الرباط راه دوز في مدينتك. الا كنتي ساكن في فاس راه كدوز في فاس، كنتي ساكن في تازه راه كدوز في تازه، كنتي في مكناس دوز في مكناس، واخا هي ما كايناش. تفهمنا بلا ما تسولوا هذا السؤال. قلت لكم بريباراتور فارماسي محضر في الصيدليه ولابوراتوار المختبر يدوزوا نهار السبت في الصباح. العدد اللي يكونوا في فاس يكون 121 واحد مخلطين بين هاد جوج الشعاب. العدد اللي يكون في مكناس 64 واحد مخلطين ما بين هاد جوج الشعاب. العدد اللي في تازا غير 18 واحد في تازا. عندك تقولوا لي 18 مثلا ناخذ مثال لابوراتوار، تقولوا لي كيفاش 121 واحد راه لابوراتوار خاصهم يدوزوا 200، راه كنولي نقول لكم كل واحد يدوز في المدينه ديالو، يعني راه هادشي هاد 121 الناس اللي كاينين في فاس. واخا شي واحد ماشي في فاس ودافع اللابوراتوار راه يدوز لهيه، ماشي في فاس، تفهمنا؟ ما عرفتش الفكره واش وصلت، ما بغيتش شي واحد يسولني فيها في الكومونتيرات. المهم ندوزو. نهار السبت بالعشيه كاينين ثلاثه ديال لي زوبسيو ايدوز،
ليرجونس لي زيزي، ليركوتيرابي الترويض بالعمل، و سونتي مونتال، لا ماشي سونتي مونتال، بسيكوموتريس، بسيكوموتريسيت، النفساني حركي، بسيكوموتريسيت، ثلاثة يدوزو السبت بالعشية، ليرجونس ترويض بالعمل، نفساني حركي، هادو يدوزو السبت بالعشية في لا ريجيو ديال فاس مكناس. عندنا 186 واحد اللي يدوزو في فاس، 181 اللي يدوزو في مكناس، و 17 واحد اللي يدوزو في تازة. طبيعة الحال مخلطين ما بين هاد الشعب اللي ذكرت. ندوزو للحد 11 في الشهر في الصباح، الحد 11 في الشهر في الصباح، ادوز شعبة وحدة وهي البوليفار، حقات فيها ليفيكتيف بزاف، العدد بزاف، يدوزو 801 في فاس، فاس 801 801 يدوز فيها، في مكناس يدوزو 601، في تازة يدوزو 601 في بوليفار. ندوزو لانفيرمي سونتي كومينوتي سونتي دو فامي مع سونتي مونتال، هاد الجوج يدوزو نهار الحد بالعشية، الحد بالعشية سونتي مونتال و سونتي كومينوتي سونتي دو فامي، يدوزو الحد بالعشية، يدوز 271 واحد مخلط ما بين هاد الجوج في فاس، و 205 في مكناس، و 227 واحد في تازة. تفاهمنا؟ ندوزو للحد ديال 18 في الشهر، يعني الحد لي مول الويكاند الاول للكونكور، الحد ديال 18 في الشهر في الصباح، يدوزو ثلاثة الشعاب، يدوزو لانيستيزي تخدير، ويدوزو نيونات هذا ممرض ديال صحة الأطفال والمواليد، ويدوز سونتي انفيرون الصحة والبيئة. هاد الثلاثة يدوزو نهار الحد، نهار الحد ديال 18 في الشهر في الصباح. 369 واحد يدوزو في فاس، و 96 واحد يدوزو في مكناس، و 32 واحد في تازة. واضح؟ نهار الحد آخر حد ديال 18 في الشهر بالعشية، اللي هما آخر وحدين يدوزو الكونكور، وهما مانتونونس بيوميديكال صيانة المعدات الطبية، الغاديولوجي الأشعة، لورتوبسي كتكتب لورتوبسي ما عرفتش، المهم ديال هذاك سميتو داك وضع أجهزة استبدال الأعضاء، كاين واحد الشعبة ديال وضع أجهزة استبدال الأعضاء، عمرت تحت الفرصة فاش نهضر عليها. المهم كاين هي هادي، حتى هي الحد التالي، الحد 18 في الشهر بالعشية. وكاين لورتوبتي، لورتوبتي هو ديال مقوم البصر، وكاين لورتوفوني مصحح النطق، وكاين ديوتيتيك انيتريسيو ديال الحمية والتغذية، وكاين ستاتيستيك سانيتير ديال الإحصائيات الصحية اللي كيدفعوا لها الناس ديال ليكونومي، وكاين لاسيستو سوسيال مساعد اجتماعي. هادو هاد الثمانية اللي ذكرت كاملين يدوزو الحد بالعشية، كاملين الحد بالعشية، الحد ديال 18 في الشهر ماشي ديال 11 في الشهر، الحد بالعشية. يدوز 230 واحد في فاس، 122 واحد في مكناس، و 37 في تازة. هكا نكونو سالينا الجدول، نولي نديرو لكم تشوفو، ها هو كتشوفو قبالتكم، هاد الجدول هو اللي شرحتو لكم دابا بالنسبة لجهة فاس مكناس، وهنا كنقولها وكنعاودها، تحملوا مسؤوليتكم، انا كنهضر على فاس مكناس، ما يمشيش شي واحد يسمعني وياخذ فكره غلط ويمشي يقول لي انا راه قلبتيني انا عندي ندوز في جهتي في السبت وانا مشيت لحد، انا كنهضر على فاس مكناس، فاس مكناس جهات فاس مكناس فقط، كنهضرش على الجهات الاخرين، الجهات الاخرين باقي يخرج البروغرام ديالهم. نقدو نديرو شي لايف ان شاء الله فاش يخرج البروغرام ديالهم، نديرو شي لايف ونشرحوا البروغرام، ما فيديو ما كنهضرش، الفيديو راه عندي فيه مشاكل في الويفي، كونيكسيون هو اللي كيعكزني، الفيديو الا بغيت نحطو راه خصني نتسنى 24 ساعة باش نحطو بسبب هاد الكونيكسيون اللي عندي كيحبس، والله الا خصني نتسنى 24 ساعة باش كيتحط كنعكز، اللايف خفا زربا كنتنفري. المهم هادشي اللي كاين، شي حاجة بغيت نقول لكم، شي حاجة بغيت نقول لكم ونسيت، شي حاجه بغيت نقول لكم الاخوان ونسيت، المهم ما عليناش، هادشي اللي كاين شي بغيت نعلمكم به، وهادشي راه اوفيسيال.
يعني وجدوا الناس ديال شي فاس مكناس، انتم عرفتوا لي دات، انتم عرفتوا فوقاش تدوزوا، عرفتوا كلش. اه بقى لا فين الدوزة تكون اسبيت صام القوار شي حاجة، شي حاجة قبيلة بغيت نقول لكم ونسيتي حاجة ما تفكرتش. المهم ما عليناش ما عليناش، لا تفكرت دابا نخليها لكم في الكومنتار الاول. المهم هادشي اللي كاين، نتمنى تكونوا فهمتوا و صافي صافي. السلام عليكم. جيت كنبدل الحوايج عاد تفكرت الحاجه اللي نسيت ما قلتها لكم ومهمه، لذلك درت هذا الفيديو باش نلصق لكم. المهم الحاجه اللي بغيت نقول لكم هي كاين اللي يقول لك انا باش نعرف راسي فين ندوز، راه كنظن يخرجوا لا ليست ديال كل واحد فين يدوز، سميتك والبلاصه فين تدوز فيها، راه كنظن ضروري يخرجوا. اوكي.